السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من محافظة النجف، حيث اشتكى أحد الناشطين من الترسبات الملوثة التي يطلقها معمل الإسمنت في قضاء الكوفة، محذرا من تفاقم زيادة معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة غياب الدور الرقابي للأجهزة الحكومية. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن أمام معمل إسمنت قضاء الكوفة، أسبوع يشتغل. شوفوا الترسبات مال الغبار اللي المصفي مال معمل إسمنت الكوفة، وخمس شهور ما يشتغل. اكو محافظ، اكو مدير عام هنا، اكو بيئة، مو عندنا 12 نايب، مو عندنا قام مقام قضاء الكوفة، قام مقام المناذرة، عم اهل الرضاوية منا، شوف الدخان، منا ابو صخير عم الناس ماتت. 5000 حالة اصابة مرض سرطان وربع امراض جلدية فقط سنويا بالمناذرة، عم الناس ماتت. هذا يفيد منتج وطني. عملاق معمل عملاق، احنا وياه، دعمه اقتصاديا معنويا اعلاميا، والاف عايشة على هذا المعمل، ما نقول لكم سدوا. يا اخواني ليش هذا الاهمال؟ قاعد تصرفونه، قاعد ارباحه مليارات سنويا، ارباحه مليارات، ملايين الدولارات حتى صدرون من عنده، ليش ما تصلحون هذا؟ عيد الكابر خلي الشوط المصيبة. وزير الصحة، مدير عام الصحة، النزاهة، البيئة، ولكم عمي من الصير شرجية، قضاء الكوفة كله يندفن، ماتت الوادم. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. قال أحد أعضاء نقابة الأطباء العراقيين أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى النقابة بشأن تلوث المياه والذي يتسبب به أشخاص ومؤسسات أهلية وحكومية. بدورهم قالوا أنه هناك الشكاوى ترد إلى وزارة الصحة والبيئة لكن دون جدوى. وأوضح العضو أن تلوث المياه له مخاطر صحية كبيرة جدا على حياة الإنسان، إذ أن مشاريع تصفية المياه تستخدم مياه تلك الأنهار، وهو ما يتسبب بأمراض خطيرة. كما أن المخاطر تتجاوز الإنسان إلى المواشي والتي تعتمد على مياه تلك الأنهار بشكل مباشر. وحذر من خطورة إهمال هذا الملف وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. هنا نأتي إلى المقطع الآتي مشاهدينا الكرام، حيث تحدث أحد المواطنين في محافظة كربلاء عن اضطرار بعض سكان قضاء الحسينية لأخذ مياه الشرب من مصادر ملوثة بالنفايات والأوساخ، في إهمال واضح من الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب في تلك المناطق. لنشاهد. تشوفون هاي النفايات والاوساخ والحيوانات، مثل ما تدرون احنا بعام 2023 اكو ناس عايشه بهذا المكان بسبب اهمال الحكومه واهمال مديريه مي الحسينيه ودائره ري كربلاء. الناس تضطر تشرب من هذا المي اللي تشوفوه، هذا ظاهر امامكم بالصوره، ما اعرف يا مسؤول يقبل، وزير الزراعه، وزير الري، وزير الموارد المائيه، ما اعرف حتى اسم الوزارات ايتها. من هذا المكان يسحبون مي ومن النفايات ومع الكلاب السائبة جل الله السامع ويشربون، وهذا المطر. وفي كربلاء المقدسة، يقولون كربلاء مقدسة، زين إذا كربلاء مقدسة وين قدسية الإنسان لعد؟ زين احنا نقول بس المدينة مقدسة؟ لعد قدسية الإنسان وين صارت؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا في هذا الموضوع. في مؤشر خطير على تفاقم أزمة التلوث البيئي والتي تضرب مصادر المياه في العراق، أعلنت وزارة البيئة عن نسبة مرتفعة جدا لتلوث الأنهر في العراق، وذلك وفق تصريحات أدلى بها مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض. أكد أن نسبة تلوث الأنهار بلغت 90% بالنسبة لتصريف مياه الصرف الصحي فيها دون معالجة، وأضاف أن البنى التحتية في بغداد تستوعب من 3 إلى 4 ملايين مواطن، في حين أن العاصمة فيها ما يقرب من 8 ملايين،
لهذا فإن كل مخططة أو كل محطات الأمطار تحولت إلى محطات للصرف الصحي وتقوم بعملية رمي المياه إلى الأنهار دون معالجة، وأحيانا محطات الأمطار تكون قريبة من الأماكن التي يتم أخذ مياه الشرب منها. ويرى خبراء أن مشكلة تلوث الأنهار تفاقمت مع تزايد إنشاء الأحياء السكنية العشوائية في أغلب مدن العراق ولا سيما الكبيرة منها، ذلك أن البناء خارج التخطيط البلدي والهندسي ومن دون شبكات صرف صحي جديدة، وهذا الأمر زاد الضغط على الشبكات والبنى التحتية القديمة والمتهالكة أصلا. دعونا الآن نستمع إلى مناشدة من قبل بعض الناس لبلدية البصرة تخص عملية رمي مخلفات المجاري في نهر ضمن منطقة حي الكفاءات وسط المحافظة. هذا النهار شوف ها حتى الإخوان يشاهدون وين جاي يذبون. تفضل تفضل مدير بلدية البصرة المحترم، إليك هاي رسالة الأستاذ. أنتم ناس ما قاعدين تشتغلون، ولكن أكو عالم ما جاي تهتم بالبيئة نهائيا. هذا الأمر هذا شغلة بيئية. تفضل نهر، وهسه فوق زيادة النهر ما بيه وساخة فوقها إنه بالمجاري، سيارات المجاري تشمر المخلفات مالتها بهذا النهر. لكم الأمر. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو مهدي يقول: هو النهر مجاري وجاي يذب الشط، والشط ماي مجاري، المحافظات ليش ما تدري؟ تعليق لدينا من السلام يقول: كارثة مرعبة، المفروض هذه الأنهار تكون معلم طبيعي وأشجار، دمرت بيئة البصرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق من بهاء تويج يقول: المفروض أي معمل يكون خارج حدود المدينة بأربعين كيلو للأمان على المحافظة، بس إحنا ما عدنا قانون وكل من بكيفه. ومحمد البياتي يقول: شغلتين، معمل اسمنت الكوفة وبور المجاري اللي يصب بشط الكوفة، الجريمة الكبرى، ذني دمار وموت بطيء. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالقرآن يعني أكد على وجود الماء بالحياة، هو دلال على استمرارية الحياة، لكنه للأسف الشديد اليوم الماء بالعراق أصبح هو ماتت كل شيء، من بشر، من الشجر، من حيوانات. هذا لعدم وجود ناس مخلصين حريصين على إدارة البلد. شوف يعني المياه الثقيلة يرموها بالأنهار، هو فوق ما يعني المي، هو كمية العراق أو حصة المائية ما جاي تعطيها دول الجوار. فأنت ترمي المياه الثقيلة يا أخي، مو كافي هاي الأمراض اللي انتشرت بالعراق من أمراض خبيثة، ويعني لا مستشفى موجود حتى يعالج هذه المرضى ولا مي نظيف. هسه الناس عود على السناب يعني المي الآرو، والمي الآرو حتى اللي الناس اللي تأخذ بيها يا أستاذ محمد حتى بريحة كريهة. يعني تعال يعني شو سؤالك، شنو هو الزير البلد، شنو من اي قطاع من قطاعات او مؤسسات الدوله هو زير حتى نمدحه ونقول طيب يعني هذا سيد عبد الرزاق؟ هم كل من يلقي باللوم على الاخر، يعني ينتقدون وجود فساد في الحكومات، يقولون بان هناك اخفاقات، هناك فشل، طيب ليش ما يعالجوه؟ كل رئيس وزراء ياتي لحكم العراق يتحدث عن وجود فساد ووجود فشل ويقولون سنسعى الى محاربته، طيب ينهون المدة اللي هي 4 سنوات من حكم كل واحد بيهم وما قدموا خدمة واحدة بالقضاء على الفساد في زمنهم في فترتهم، وبالتالي يتنامى إلى الحكومة اللي بعدها، إلى أن وصل بعد 20 سنة أنه أصبح الفساد الآن أقوى من هذه الدولة، أصبحت مافيات الفساد هي التي تسيطر وهي التي تحكم العراق. ليش معالجوا هذه الملفات؟ ليش معالجوا هذا الفساد قبل أن يستفحل ويصل إلى هذه المرحلة؟ كلما جاءت أمة لعنت أختها. هذه الأحزاب أستاذ محمد أنت تعرف كل زين، الدولة ما لها وجود، غياب الدولة غياب القانون، فاللي جاي يسرح ويمرح بالبلد هو الميليشيات والعصابات.
فهي اللي جاي تدير البلد. ما عندك دولة ولا عندك قانون ولا عندك دستور اللي يمشي عليه المواطن العراقي ويعرف مصيره. أنا وإنت وكل العراقيين يعني إحنا جاي نمشي بأمان الله، يعني ولا إحنا معتمدين على الدولة بأنه تحمي المواطن؟ هذا من السابع المستحيل، لأنه ما عندنا دولة رصينة، دولة رأيها قرارها هو اللي يعني يمشي. أنت جاي شوف يعني دولة من أو رئيس الحكومة من يصدر قرار، كلامنا ما أريد أحب أقوله، ما معناها ما يحترموه. نعم. هي الميليشيات هي اللي جاي تدير البلد. وبالإضافة العذار الواهية الوزارة البيئة، يا أخي هاي الوزارة ما أدت أي دور، يعني مجرد يعني يعنون بأنه هذه الأشياء المستهلكة أو الأشياء الضارة موجودة. أنت دورك شنو يا وزير البيئة؟ يعني أكتفي مع حضرتك. نعم، شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، أكتفي معك بهذا القدر. ننتقل للسيد ثامر من كركوك، تفضل يا ثامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يا أستاذ عمر الأستاذ محمد؟ محمد وياك، حياك الله. الله نحييك أستاذ محمد. شلونك أستاذ محمد؟ أول مرة مساء الخير عليك وعلى قناة الرافدين التبرخة بشيل هم العراق والمواطن العراقي. الله يحفظك. يعني موضوع حلقتكم ما راح أتطرق له بقدر ما عندي موضوع مهم ذكر طبعا اليوم. تفضل. لأن المشاريع بالعراق لو لا يوجد سلطة بالعراق، يوجد سلطة الميليشيات أستاذ محمد. يعني كمثال إذا أكو مشروع وبيه نسبة ضرر على العراقيين 100% وتابع رئيس الوزراء ما يقدر يغيره، ما طول هذا المشروع لأحد فصائل الميليشيات. لأن هي الميليشيات اللي تحكم. هذا التين من أنا شوية عندي عتب على قناة الرافدين. اليوم هذا اليوم 17 نيسان يوم ذكرى تحرير الفاو. نعم. هاي اللي أقول تحية وإجلال للجيش اللي استرد هاي المدينة العزيزة على العراقيين. نعم. هاي لولا هذا الجيش لكانت الآن حال جزر أبو موسى والطنقة الصغرى والطنقة الكبرى. يعني أطلب من المواطنين العراقيين أن يستذكرون هذا اليوم العظيم اللي اللي ردت الفاو لحظة للعراق. نعم. سيد ثامر حضرتك شوية استبقت الأحداث، إن شاء الله تابع معنا الحلقة، مخصصين بإذن الله في نهايتها فقرتين بشأن ذكرى تحرير الفاو في فقرة الإنفوغرافيك إنتاج قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين، وكذلك عندنا فقرة الهاشتاج جئناكم أيضا اليوم مشاهدينا بتفاعل عراقي بشأن هذه الذكرى. ما ناسين هذا الموضوع، يعني ما تمر من عندنا هذه الأمور. سيد ثامر أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر ضمن الفقرة الأولى لدينا. طبعا ناشد أصحاب الدخل المحدود من أصحاب البسطات الجهات الحكومية بعد ملاحظتهم نية بلدية الشرقاط بإزالة البسطات لإضرارها بمحلات الجملة لبيع الخضار، علما أن المكاتب هي مشغولة من قبل مؤجرين وبأحسن صورة، ويطالبون بإنصافهم كونهم لا يجدون أو لا يوجد لهم مصدر رزق غير هذه البسطات، كما قلنا بحسب الباعة الذين يتواجدون في قضاء الشرقاط. دعونا نستمع إلى حديثهم. هذا العمال أشوف يعني جميعهم فاين حظهم. والله إذا فلشوها نبيح. هسه أنت ساكن مأجر هنا؟ مأجر والله. عايش على هذا الدجاج؟ والله أنا. شت ناشد؟ عايش عيلتين وياي الحمد لله. بس إذا فلشوها وين أروح؟ حقيقة صح. بيتي آجار. كلها تعرف أنت مولدات، وين نروح؟ شغل ماك. تعيينات ماكو. تعيينات ماكو. هذا البسطات البسيطة عايشين عليها، يبيعون منها دجاج ومعيشين أمورهم، ولاكو تعيينات. هذا يقول يعني عند عائلتين؟ والله اي والله عائلتين. لا حول ولا قوة الا بالله. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر، إلى محافظة بابل، حيث ناشد أهالي مدينة الحلة الجهات الحكومية بعد صدور قرار بإزالة بيوتهم البالغ عددها 40 بيتا، مع إعطاء مهلة 6 أيام فقط وسط تساؤلات عن سبب هذا القرار في هذا الوقت. هذه الأسر تقطن هذه الأماكن منذ 20 عاما، فلماذا يراد إزالتها الآن وقد تركوا كل هذه الفترة دون أن يصدر قرار بمنع البناء في هذه المناطق كما يقولون؟ لنستمع. عندنا 40 بيت، يعني ما معناها 40 عائلة، تم تبليغهم يوم أمس أو قبل
هذا التاريخ يعني قبل يومين أو ثلاثة، انطوهم مهلة 6 أيام فقط لإزالة التجاوز. أنا أسأل سؤال، لربما هذا السؤال يقع على عاتق كل المسؤولين اللي يسمعون هسه الآن كلامي، وبذمتهم طبعا بالمناسبة، دول صار لهم مو يوم ولا سنة ولا 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا 10 سنوات، اليوم احنا واقفين بهذا التاريخ، هم صار لهم 20 سنة. طيب البلدية ولا الدوائر المستفيدة من هذه الأرض وين كانت بهاي الفترة؟ ليش ما منعت أساسا، منعت انه هم يبنون ويتجاوزون على هاي الأرض؟ من اليوم يجيهم مدير قسم بالبلدية بأمر البلدية لفترة 20 سنة يقول لهم شيلوا لمدة 6 أيام. هسه إذا أني أريد أروح أأجر لي بيت مثلا، هم يراد لي فالشهرين يلا حصل لي بيت إيجار، أعتقد هذا مو إنصاف. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. ناشد أهالي مجمع الزهراء حي الخطيب في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد الحكومة لتوفير المساعدات المالية للأسر الفقيرة القاطنة في الحي، وذلك بعد صدور قرار بإزالة منازلهم. لنستمع. أبناء حي الزهراء لحي الخطيب التابع إلى مدينة الشعلة ضمن الحدود الإدارية للكاظمية، الآن عندهم قرار من جنابكم بالإزالة الفورية، ونحن في شهر رمضان. هؤلاء الناس يحترمون القانون ويطبقون القرار، ولكن هي عندهم مناشدة واحدة، هذه العوائل إذا أخرجتها مع الأطفال لا يحتاجون منك سوى المساعدة، والمساعدة بسيطة وسهلة وأنت قادر عليها وضمن صلاحياتك، على الأقل أن تنطيهم إيجار لمدة سنة، وهم الناس الآن يمتثلون القرار ولا يعارضون. أقول من مجمع الزهراء حي الخطيب في إلى مدينة الشعلة أو بلدية الشعلة يناشدون السيد رئيس الوزراء بإنقاذهم من قضية الإزالة. نعم نقول ونتفق معك بتطبيق القانون، ولكن الرحمة فوق القانون والإنسانية فوق القانون، ومن فيهم هؤلاء عوائل الشهداء وعوائل الجرحى والمحرومين والفقراء والمظلومين. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو عبد الرحمن الخطابي يقول: على الفقير تقدر الدولة تسوي كل شيء ويعتبرون تجاوز، أما المحلات في بستان الشيوخ وفي منتزه الحي العسكري يعتبروه تطوير للمدينة وليس تجاوزا من قبل أشخاص متنفذين. حسين المرسومي يقول: الله يعينهم على قوت عوائلهم. شهاب قصاب أغلو يقول: هسا عفتوا كل شيء ورجعتوا على الناس الفقراء وشهر رمضان. تعليق لدينا من أبو عبد السراج يقول: مع الأسف والله هاي مشكلة وقع بها المواطن، الله يساعد الناس ويخفف عنهم. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. أستاذ محمد، احنا نعرف الشعب العراقي من 2003 ولحد الآن يعني اختلفت بها القوانين، اختلفت بها كثير أمور بعد نقدر نقول احتلال أمريكا للعراق. الأمور اللي صارت يعني أكثر من الشعب العراقي إذا كان بغداد إذا كان كل محافظاتنا الحبيبة، التجأت الناس إلى أراضي يعني هي غير إلها نقول ممتلكات الشعب أو ممتلكات الدولة السابقة أو ممتلكات أراضي ناس إنه هجروا من العراق وطلعوا يعني إلى دول سبب الظروف اللي يعيش العراق من 2003 لحد الآن. هاي الأراضي اللي استغلتها الناس وبعض العوائل من سبب يعني الفقر، من سبب انه التضخم السكاني اللي عندنا بالعراق وكافة انواع محافظاتنا، يعني ما عندنا يعني نقدر نقول صارت البيوت عندنا اذا كان ببغداد محافظات اتقسمت 300 متر الى 3 قطع او 4 قطع. هاي كثرة العوائل وكثرة نسبة العوائل اللي صارت عندنا. الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الان حكومة المالكية والعبادي
كل هاي الامور يدون يعرفون كل زين البناء العشوائي اللي عندنا اللي صار وكثره يعني العشوائيات اللي صار عندنا بالعراق بالبصره بالناصريه بمقداد كل هاي المناطق اللي صارت يعرفون اسبابها انه المواطن يراد له قطع اراضي يراد له بناء سكنيه فما اتجهت الى هاي الابنيه وما سوت لهم اي بناء سوى مشاريع وهميه سوت بس مشاريع حبر على ورق. طيب يعني سيد أبو عمر الآن إحنا بس خلينا نكون متفقين على شغلة بغض النظر أو بعيدا عن الجانب الإنساني نتكلم قانون عدالة أنه لا يجب أن يتم التجاوز على الأملاك العامة أملاك الدولة بأي شكل من الأشكال والكلام طبعا إن كان يوجه إلى الجهات الحاكمة فهو أيضا يوجه إلى المواطن لكن في النهاية عندما يتم محاولة إزالة أو هدم عشوائيات أسست وبنيت منذ 20 سنة بعد 2003 غير المفروض أكو بدائل يعني لما يتم طرد عائلة كاملة من منزل معين بني بشكل عشوائي أو بالتجاوز شنو البديل يعني ذول الناس شنو مصيرهم ينامون بالشوارع وعددهم مو واحد واثنين نحن بدنا نتكلم عن أعداد كبيرة الآن موجودة في بغداد وفي محافظات عراقية أخرى ليش ما يوفرون البديل قبل التوجه لعملية الإزالة والهدم وطرد هؤلاء الناس من أماكن تقول الدولة إنها تجاوز أستاذ محمد يعني إحنا من نعرف إنه الشعب العراقي ثار على ثورة الخضراء وثار على سلطة الأحزاب راد إنه وطن فهاي الأمور اللي متعلقة بالشعب العراقي والتجاوزات اللي صارت وعدم أنه المواطن شاف أنه من هاي الحكومة فتشي يرضيه بس شاف اللي المتاعب شاف المشقات فلهذا السبب نشوف الحكومة ما عندها أنه حب للعراقيين وحب واحترام للعراقيين فلهذا السبب نشوف يعني دائما القانون على الفقير يعني المفروض من التجاوزات اللي قاعد صار عندنا ببغداد ومحافظات هذول ناس لهم كرامتهم ولهم مكانتهم بيش بيها ناس كبار بيها بنات بيها نسوان كل هؤلاء المفروض الحكومة تحترمها وتقدر تسوي لها البديل لكن للأسف تترجى من حكومة اللي ما شافت غير الولايات الشعب من عندهم شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد وأيضا هي نفس الحكومة التي تجاوز عدد كبير من أعضائها من النواب من الوزراء من المدراء العامين وغيرها من هذه الشخصيات التي تمثل هذه الحكومة أو الحكومات بعد الاحتلال تجاوزوا على المال العام على أملاك الدولة تجاوزوا على الحق العام وبالتالي يرى بعض المواطنين بأن إذا كان المسؤول يسير بهذا الاتجاه فلماذا لا نسير نحن أيضا بهذا الاتجاه لكن إن كانوا يريدون تنظيف هذه المناطق من العشوائيات تنظيف بغداد إزالة هذه التجاوزات عليهم أن يوفروا البديل طيب مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر ذكره السيد ثامر قبل قليل من كركوك تحدث عن فساد المشاريع حقيقة ونأتي إلى هذا الملف الآن استعرض مواطن أحد المشاريع رديئة الجودة حيث يبين المقطع الآتي حال تغليف الأعمدة في شوارع محافظة كربلاء وكأنها مصنوعة من الحديد الضعيف أو ما يسمى محليا بالتنك وليس من الحديد المعروف عالميا علما بأن المشروع أنجز قبل شهر واحد فقط وكلف الحكومة مبالغ كبيرة بحسب الناشط لنستمع ببركة الصلاة على محمد وآل محمد هاي تيولة جميلة حلوة تيولة هذا؟ فارغ أجوة فارغ ما شاء الله يلعب خطير هاي المشاريع طبعا تصرف عليها مليارات هاي المشاريع تصرف عليها مليارات بالأراضي هذا مزيان جديد بالمناسبة جديد يعني ما صار له أشهر يعني المشروع ما صار له شهر مو أكثر نستمر مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر إلى محافظة القادسية حيث انتقد أحد المواطنين الحلول الترقيعية لإصلاح الجسر المعلق في حي العروبة بمدينة الديوانية وتساءل عن الأموال المخصصة للمحافظة لإصلاح الطرق والجسور أين تذهب؟ لنستمع اليوم رجعنا بطامة مو بس كبرى فوق الكبرى أرواح البشر اليوم قاموا يتاجرون بأرواح الناس محافظة الديوانية الجديد ومديرية الطرق والجسور بالديوانية هذا الجسر صار له تقريبا 40 إلى 50 سنة اذكر عنوانه محافظة الديوانية العروبة جسر معلق هذا صار له 40 إلى 50 سنة من سقوط صدام وهذا يومك كله ترقيع الترقيع يا محافظ اللي يجي بس ترقيع
اليوم وصلت مرحلة ترقيع الشيرمان على الميزانية ماكو. أنا أريد أعرف شغل. هذا الجسر أريد أعرف يعني ميزانية الديوانية. ميزانية الديوانية 500 أو أكثر بس الأمن والغذاء، والميزانية مال هاي السنة وباقي السنوات اللي قدام مو كافي ترقية. وين تردون بعد الفلوس؟ حياة عالم هذا مهدد، راح ينتهي راح يوقع. جايبين شلمانات جسر أرواح ناس في شلمانات وجد هاي وين صاير؟ نبقى مع نفس الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. أحد الناشطين من محافظة القادسية أيضا تحدث عن الفساد في بوابة الديوانية التي انهارت بعد موجة الأمطار المصحوبة برياح شديدة، حيث أفاد أن المختصين قد أكدوا أن الدعامات الأساسية أقل بكثير من المواصفات المطلوبة. لنستمع. يعني بس تخيلوا هاي السقيفة لو يعني وقعت على الشارع، يعني لو صادف أحد المواطنين بسيارته مركبته مار، كان قضت على حياة ربما أكثر من عائلة. يعني لحسن الحظ أنه صادف أثناء سقوطها ماكو أي عائلة أو أي مركبة. يعني إحنا شفنا يعني كل الشباب المختصين هنا سألناهم، أكو لقينا مهندس وشي يقول الدعامات اللي مخلينها والمساند اللي مخلينها يعني أقل بكثير من المواصفات المفروض تصير. يعني اي انسان كان عنده ولو خبره بسيطه بشكل عام عن الهندسه كان راح يشوف قبل سقوطها، راح يشوف انه هاي باي رياح قويه تمر عاصفه قويه راح تسقط. هاي مشاريع الديوانيه. مشاهدينا الكرام نستمر مع هذا الموضوع ومع هذا المقطع بالتحديد. ننتقل الى مجموعه اخرى من ابناء محافظه القادسيه، نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة الديوانية المنهارة وتوعدوا بإقامة دعاوى قضائية بحق الشركة المنفذة لهدرها المال العام وسوء تنفيذها وتصميمها لهذا المشروع. لنشاهد. من مشاريع فشل محافظة الديوانية، إدارة محافظة الديوانية، هذه إحدى إخفاقات محافظة الديوانية، هذه إحدى طرق فساد وهدر المال العام في محافظة الديوانية. هذا واضح جدا للعيان. ابسط انسان بسيط لا يمتلك اي خبره هندسيه اثناء المرور تحت هذه المظله بالايام السابقه حللناها وقلنا ستقع هذه في يوم من الايام، لانها مصممه على طريقه خاطئه، مصممه على انها اجنحه طائره يمكن ان تولد خللا كبيرا عند هبوب الرياح القويه. هذه المشاريع الفاشله تبنى ابناء محافظه الديوانيه موضوعا مهما جدا، وهو عرض الموضوع امام القضاء، امام قاضي نزاهه الديوانيه لغرض الوصول الى هادري المال العام الى المقصرين بدراسه المشاريع. سنضع الموضوع امام قاضي تحقيق الديوانيه. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. صالح الشليحاوي يقول: هذا 1% من الفساد المستشري والذي ينخر في جسد الدوله. المفروض أن يحاسب المقصر مهما كان، أقصد انتماءه لأي جهة سياسية، بس أعرف ما راح أي واحد يتحاسب وتمر مرور الكرام. مصطفى الفتلاوي يقول: يا أخوي تعبنا من المناشدات، تعبنا من الكلام، لا فائدة، إنها منكوبة بكل الأحوال، إذا غابت الرقابة والنزاهة انعدمت البنى التحتية. لدينا تعليق من محمد يقول: بناء هش بملايين الدولارات غير خاضع للرقابة، ماخذين راحتهم بالمشاريع المجملة ليلا أم حقيقة مشاريع عمرها قصير، المهم الكرسي. طيب حسين العراقي يقول: لعد شلون يبوق المقاول إذا يجيب نوعية زينة؟ كلام منطقي. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله.
نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم فقراتنا في حلقة صوتكم لهذا المساء، لكن الآن نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد علي من بابل، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقبول إن شاء الله قبل الطاعات لنا ولكم. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا ولو في شهر كريم شهر رمضان وإلا نعم. الأيام الأخيرة ذن، بس المعاناة ترى مو بس الديوانية واقع جسرهم، هذا الجسر يسواه المقاول. نعم. خلي يجي المسؤول اسامه اصلان محافظ محافظ بابل. حاليا اللي هو كان نائب اول مع صادق مدلول، هو راح صادق مدلول وقر هو. نعم. وبعدين اجى ورا صادق مدلول واحد وهو بقى نائب اول، وحاليا محافظ بابل. محافظ بابل ما قدر يوم من الايام يجي الى ناحيه الحمده يمر على المشاريع، يشوف هذا الحفر مال التبريد، يشوف هذا التل اللي الله يذكره بألف خير سعد عوفي، هل سبقنا لكم انسان شريف امكانه وخروج جابوا لنا واحد مسجون سنتين ونهبوا سنه بالقاسم وحتى احنا بسنين به، يجيبوا شكا وزباله تكرم يم التل شارع مدخل الهاشميه الحمزه اللي يجون به الايرانيين والوفود وغيره وغيره. نعم. يعني سيد علي، معقولة العراق خلصوا من الكفاءات، ما عندهم بعد شخصيات يجيبون غير شكو واحد مجرب، شكو واحد عليه مشاكل وعليه فساد وقضايا؟ استاذ العزيز، انا احكي لك من قلبي، انا عمري 70 سنة ترى مو قليل، وعندي امور هواي وما تخلص بعد يوم. نعم. لكن انا اسال وخلي يسمعونا المسؤولين، خلي يجون يزورون، يدقون هذا رقم نعطيهم اياه، قلهم دقوا علي ويجيكم. احنا انا مو شوي، انا ورسل، انا بيتي ورسل، زين ليش لا مشاريعنا لا مجاري؟ مين احنا تطوعنا واخذنا شارع بكامله من عزه من المواطنين، جبنا بوري والبوري يبعد عنا 200 متر، زين وين الماليه مالت الناحيه؟ وين محافظ بابل عن هاي الفلوس اللي تصرف وتهدر ما يعرفون بها جيب خاش؟ نعم. بصراحة ما أعرف، أنا لو أعرف أقول لك فلان وفلان ولا هم ما شاء الله بالأحزاب كلهم ما شاء الله. شكرا. نعم سيد علي من بابل، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. وطبعا هذا الكلام متداول ومعروف، وذكرى مرة أخرى أو مرات متكررة أكيد يفيد ويفيد وينفع، لكن هي الفكرة أنه أين الاستجابة من قبل الجهات الحاكمة؟ أين الاستجابة من قبل هذه السلطات التي تسمع باستمرار الانتقادات، الغضب الشعبي، الرفض لهذه الشخصيات التي تدير المحافظات، الآن يريدون يعيدون انتخابات مجالس المحافظات، إيش راح تفرز هذه الانتخابات؟ شنو الشخصيات اللي راح تجي تدير شؤون المحافظات مرة أخرى؟ ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ شو جينا؟ جينا يروح حرامي يجي حرامي. شو جينا؟ ما هي يعني هاي المشكلة اللي حقيقة يعني دائما نسأل، أنه خلص العراق من الكفاءات، من المهندسين، من الأطباء؟ خلص أستاذ، لأن تدري شلون خلاص؟
الكفاءات كلها طلعت برا، لان ما عندهم واحد كفو. نعم. يعني هسه ابسط شيء من تروح تشتكي على موظف او اي واحد، اي ابو دائره تروح على النزاهه وغير النزاهه، يعني تروح بس هيك يعني مع احتراماتي لك ومع احتراماتي للي يسمع، تروح بس تسود وجهك يعني بس هيك ماكو، بس تخبط المي تطلع انت العايل. ماكو هيك يا عمي، ناس سانده ناس، ناس سانده ناس على البوب. انت ارجع، احنا مو من نسمي مسميات، ماكو يقول لك اوه هذا صدامي هذا بعدي. اكو كان عمر بق صدام حسين. نعم. بق صدام حسين. عمر جسر ابى الطرق والجسور. نعم. من ايش بايق، خلينا نقول بايق، خلينا نقول مقصف بالمكان شلون، خلينا نقول مختصر في سبيل يفضل شيء له. نعم. يعني حولوه ايش سوى له صدام حسين؟ صدام حسين شال الكلى مالته. قال له شنو بتلخ يشيل لك اللخ. هذا الحساب. هو بغض النظر عن العقوبة، لكن يجب أن يطبق القانون بشكل صحيح على الجميع حتى يكون هناك ثواب وعقاب. نعم. يعني المواطن العادي قام ما يحسب حساب لهاي الدولة. أنت قبل يومين شفت هاي اللي صارت بالناصية وغير الناصية، ماكو جبهة. زين هذا لوكو قانون يحاسب، لوكو قانون يحاسب، ماكو شيء. نعم. يعني هذا سلاح لو من طبة أمريكا طاق على أمريكا انتهت بالعراق. صحيح. كان مجانا هذا برايمر القذر ولجابنا هذول الشوكولات. مقاومة اليوم ذولا. ذولا مقاومة اليوم يسمون نفسهم المقاومة. لا هي سوى هسه قاموا يطلعون بالتسليح. لو هذه الميليشيات كلها فعلا مثل ما تفضلت سيد عبد الرزق أبو عبد الله، لو هذه الميليشيات كلها رفعت سلاحها فعلا على الاحتلال، ما كان بقى لل 2011 حتى. لا مو الفين، امريكا انتهت، كان امريكا سقطت انتهت، امريكا ماكو حتى من الخارطه انتهت. انا اشكرك سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، واعتذر طبعا لان الوقت ضيق للغايه، لكن حقيقه كلام من مواطن عراقي يوجه الى هذه الجهات الحاكمه، الى من يدعون المقاومه. لو كان سلاحهم فعلا هو سلاح حق يوجه بشان حمايه العراقيين، بشان الدفاع عنهم، بشان طرد الاحتلالات بكافه اشكالها وانواعها، لا وصل العراق الآن إلى أحسن المستويات. لكن ذولا أدعياء المقاومة حقيقة أوصلوا العراق إلى مصافي الدول المتخلفة الفاشلة بكافة المجالات، الفاسدة الفوضوية، والقائمة تطول. مشاهدينا ننتقل الآن إلى موضوع آخر. مواطنون في مدينة الصدر في بغداد اشتكوا من عدم إكمال الشركة المنفذة لأحد الطرق تعبيده بشكل كامل، حيث تم التعبيد لجزء بسيط منه وترك الآخر دون أن يلمس. دعونا نشاهد. هذا الشارع بلغوا نصه، بقى منه ربع ما مبلطينه. ليش ما ادري؟ يقول هسه وصار تقريبا 3 اشهر ما حد مبلطه. شوف هاي النقر 27 وهاي النقر مالته موجوده. هاي منهوله. يا بلوك هذا. بلوك واحد. جاي قطع البال ما ادري ايش. مال بالاسود دولي. مال بالاسود دولي. مشاهدينا ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، إلى محافظة ذي قار، حيث رصد أحد الناشطين تراكم الأوساخ والأتربة والأنقاض أسفل الجسر السريع الذي يعد من أهم مداخل المحافظة، وانتقد تقاعس البلدية عن رفع تلك الأنقاض. لنشاهد. إجانا العيد وماكو مكانات سياحية، فمحافظة ذي قار وبلدية ذي قار فتحت لكم هذا المنتجع، هذا الجسر السريع، هذا أحد منافذ مدينة ذي قار. يعني اللي يجي يطب المدينة ذي قار، مدينة الحضارات والحرف الأول، يجي منها. ليش؟ لأن هذا الجسر يعبر على الفقرة، يعبر على أوائل الشهداء اللي ضحوا، اللي ظلت مناطقهم ما حد يعمرها. هاك بوع، الله أكبر، راح تقول لي يريد يدفنونها. أرد أشوف هاي البلدية شركة، المواطن ذا بوع بوع لي. شوف ولكم وصلوا لي هذا النايم، شوف وصلوا للنايم ولكم ماكو هيجي. وحق الامام علي ما صايره بتاريخ العالم، يعني محافظ ذي قار جاي تشوف تسمع، احنا ما جاي نجيك للبيت. هذا في يسوي يسوي لك تاك انت ومدير البلديه، اكو هيجي مساله؟ اكو هيجي فوضى؟ ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. الطريق الدولي والرابط بين مدينة الناصرية والسماوة، وتحديدا قرب الحقول النفطية في القطاعة، هذا الطريق شاهد على معاناة المواطنين، وذلك لأنه بحسب المواطنين طريق متهالك
لا مفارز مرور موجودة على الطريق الدولي، ولا رادارات موجودة، ولا دوريات شرطة، ولا إسعاف فوري، فضلا عن أنه طريق متهالك يتسبب بالحوادث المرورية المؤسفة. لنشاهد. كيف محفرة هذا؟ يعني المسؤولين محافظة ذي قار، مدير طرق الجسور، يعني ما يجي يشوفون هذا الطريق هذا يوميا بنشر. أنا والله بنشر طريق سيارته بنشر في طريق النار، هو قاعد بالحفرة وبنشرتها. طبعاً هاي طبعاً مئات من السواق يعانون هذا الطريق هذا، خصوصاً طريق تقاطع القطاع. لذلك إحنا نوجه رسالة يا مدير طرق الجسور ذي قار، يا وزارة إعمار الإسكان بالعراق، تعال شوفوا معاناة أبناء محافظة ذي قار في الطرق الخارجية، خصوصا الطريق القطاع الدولي. هذا الطريق هذا هي ما حوادث يوم، يعني أكثر خصوصا طريق القطاع الرابط بين الناصرية والسماوة. هذه الحوادث يعني أكثر من 5000 حادث خلال سنة كاملة، وأرواح يا أرواح راحت، عوائل يا عوائل راحت بسبب الطريق الدولي. لا أكو مرور على الطريق الدولي، لا أكو رادارات، إسعاف ماكو، وتحدثنا سابقا بخصوص عدم وجود إسعاف على الطريق الدولي. يعني وزارة الصحة ومديرية الصحة ذي قار استجابت، لا الحكومة المحلية استجابت، لا مديرية طرق الجسور استجابت، لا مديرية مرور استجابت. يعني وين نستفيد؟ نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى منطقة المعمرة قضاء شط العرب، حيث سلط أحد الناشطين في محافظة البصرة الضوء على هذه المنطقة المنكوبة، حيث لا توجد فيها أي خدمات تذكر، والمواطن يعيش صعوبة أو حياة صعبة في هذه المناطق دون أي حلول. لنستمع. من قضاء شط العرب، منطقة جريدلان أو منطقة المعمرة، منطقة المعمرة القديمة. يعني إخوان ناهيك عن الخدمات التعبانة، كهرباء كل 500 بيت على محولة، الماي على بوري واحد. طبعا هي هاي منطقة المعمرة عدة مناطق بها. شوفوا هذا الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي مؤدي مو إلى منطقة، إلى عدة مناطق. فكل فرع من هاي المنطقة هو عبارة عن منطقة جديدة. يعني أكل يوم موضوع جدا مهم وخطير اللي هو شارع منطقة المعمرة. يعني بشرفكم هذا تبليط، شرفكم هذا تبليط مبلطينه على التراب وعلى الطين، على الطين وعلى التراب. بلطوه قبل أشهر والشارع داس، اجوا قبل فترة قاموا رقعوا الشارع. يعني احنا شلون نسوي بهذا الموضوع؟ يعني انتم بلطتوه على التراب وبلطتوه على الطين. يعني اليوم انت لما تريد تشتغل اخوان، ليش ما نشتغل صحيح؟ ليش ما نشتغل بصورة صحيحة؟ ليش دائما شغلنا ترقع؟ ليش دائما شغلنا يعني دمار بدمار؟ يعني شارع داس واجيتوا رقعتوا. ما نعرف المشكلة مو هنا، المشكلة ما نعرف الجهة اللي مبلطت حتى نوصل لهم هذا الصوت. يا اخوان اتقوا الله بالمواطن. هسه الجهة اللي بلطت ما نعرفها. انت من تريد تشتغل غير تشتغل شغل يرضي الله ويرضي رسوله، اتفضل خلي المواطن يشوف. نتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام. لدينا تعليق من جاسم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بلد يصدر أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا، والشعب يعاني من الفقر والمرض ونقص الخدمات. تعليق من أكراد يقول: كل مناطق شط العرب الخدمات والبنى التحتية صفر، أين المحافظة؟ أين المسؤولين؟ لماذا لا توضع خطة خدمية للنهوض بواقع القضاء أسوة ببقية مناطق البصرة؟ وسام يقول: أغلب الحوادث على هذا الطريق وتاركين لا رادار لا دورية لا إسعاف، تايه، إهمال حكومي كبير. علي يقول: الطريق بحاجة إلى تخطيط وإنارة وبناء مستشفى صغير. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ذكرى معركة تحرير الفاو التي كانت البوابة لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، حيث استعاد العراق منفذه المائي المطل على شط العرب، ودحض الأطماع الإيرانية الرامية لاحتلال البصرة بعد معارك ضارية استبسل فيها الجيش العراقي وبخطط عسكرية محكمة، لتأخذ بعدها الدولة العراقية آنذاك على عاتقها إعادة إعمار المدينة بعد أن تضررت جراء القتال العنيف فيها. لنشاهد.
سماها بعد شبه العوادل. ساحة الاحتفالات تروح تشوف مكب مع النفايات، أنواع النفايات، السوق كذلك. هاي المكتبة كانت يعني يعجبك تقعد بيها، عامرة وحلوة وجيدة، طاحوا بيها فلشوها وخذوا بيبانها خذوا جامها. مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو تحرير الفاو. علي الجبوري يقول: في ذكرى تحرير الفاو 35 نستذكر بفخر بطولات جيشنا الباسل وتضحياته الغالية في مثل هذا اليوم، وهذه المعركة شاهد على أن العراق لا يقبل باحتلال أرضه من أي جهة كانت. تغريدة لدينا من صقارة الذيول تقول: في مثل هذا اليوم الموافق 17/4/88 عادت الفاو إلى العراق بسواعد الأبطال والشرفاء جيشنا جيش العراق الباسل، ودقت في نعش الخميني بسنديدة أول المسامير. حفظ الله العراق وعزه وأرجعه إلينا. العباس التكريتي يقول: لأن قاع الوطن هي الذهب، ولأن ترابها كافور، هل هل شاجور أبناء الوطن بكافة أطياف اللون الجميل على سواتر العز والكرامة لينتزعوا الحق التاريخي لكل عراقي بكل شبر بهذا البلد، فتحررت أرضنا بعد أن أصبحت الفاو مقبرة قبر كبير لإيران لتعود لنا بسواعد السباع. والعباس يقول: 17 من نيسان يوم أقر الدجال الأشر صاغرا مجبرا بتجرع كأس السم تحت وطئ الهزائم والانكسارات التي نالها في جبهات القتال، وكانت آخرها هي عملية رمضان مبارك تحرير الفاو. تحية إجلال وإكبار لأبطال الفاو فوق التراب، كانوا أم تحته، المجد لهم في ذكرى يومهم الأغر. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.